صفيح وستائر بدل الأبواب هو كل ما تحتمي به هذه العائلة المعوزة بمنطقة كاف الأحمر بولاية تيزي وسو، أين يواجه أفرادها الثمانية ظروفا جد صعبة وقاهرة بسبب العوز والمرض الذي أصاب الوالدة. سير ما تشط الجزيح مال ان شاء خمس دقيق لكن بغا كنسير ما خاص من الشهر ما حاس ياخذ اي لا الله محمد رسول المهم اذا انا كنبغا كن وبلاص خما يشم يحمى شطب خمس دقيق شيخ تقيم صار ويخت رسي غش تظهر ويخت اي لا الله محمد رسول خاص متابعين يما تهلك اولا سوفرونس ساعة كونسير وكان وكنا انا اختي شفور ان شاء الله نمشيو لهلك الساعة اروى الحيف التكنز ديال راديو لي سكانير ونسى ام باور دي عاونن ولا شي سورديان وش لي مويان ولا شي شمك ورسي غير مثلا يخمم فلان غير ساعه ساعوني كما مشطوح دي زويطون مزي ويخدم على يهلك وسي داغن. العائلة الفقيرة اليوم تعيش بلا معين لها، أين تخلى الوالد عن دوره كاملا وما تقتات عليه سوى صدقات المحسنين والجمعيات. سي با اون اوبليكاسيون كسوالا المحسنين لكن تسندعون لا فامي كي سورتو 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 دوني ان كو دو مان بور لا مامون. J'appelle les cliniques, les hôpitaux privés, et que nous aidons les IRM, les scanners. Je vais lancer un appel et les Mouhsinin, أدرني ثغر النغ وكل ذي عيون أنت وشو التجي إن شاء الله تفهم وشو لن أيق دي الأذن أيق دي قم الطيون أيق قسم يتكرر غر وانا غر فرح إلا دي مطاون ها شغت ما عشت الدل ما عشت الحيف ينس برا. صرخة عودنا الجزائريون على الاستجابة لها، فعائلة السيدة وردية تعيش أصعب أيامها وما يعينها إلى أصحاب القلوب الرحيمة التي ستلتف حولها قريباً.